أن تصبح نجماً من نجوم هوليوود ليس بالأمر السهل، وهو ما يجعل البعض يعاني أثناء التحضير لدور ما. فقد تضطر لزيادة بعض الوزن كي تشبه الشخصية التي تجسدها، أو تتكيف على السباحة وسط شلالات من الدم الزائف. هذا هو ما فعله أولئك النجوم الذين سنعرضهم في ذلك الفيديو. لا تذهب بعيداً. خواكين فينيكس. نجح خواكين فينيكس بشكل مذهل في دوره في الفيلم الأيقوني الجوكر، جوكر 2019، ولكن الأمر لم يكلفه القليل، فقد اضطر لإنقاص 52 رطلاً كاملة من وزنه، الأمر الذي كاد أن يلحق به أذى صحي حقيقي. ليس هذا وحسب، بل أخذه تقمصه للشخصية للإبداع في العديد من المشاهد، وحتى ارتجال بعض اللقطات، أهمها مشهد تحرش الرجال به في القطار، حيث لم يكن مقرراً أن يقوم بركل الرجل، بل كان يتوجب عليه تلقي الضرب منهم فحسب، إلا أنه اندمج وبمجرد اقتراب الرجل منه قام بركله بالكيفية التي شاهدناها في الفيلم. المذهل أن المخرج لم يستاء من الأمر، بل أمر بإكمال التصوير واعتماد ما فعله فينيكس. سكارليت جوهانسون. أثناء حصولها على دور البطولة في فيلم A Marriage Story 2019، كانت تمر في حياتها الشخصية بتجربة مماثلة لقصة الفيلم، حيث كانت على وشك الطلاق من زوجها بتفاصيل مشابهة تماماً للقصة، وربما هذا هو السبب في ظهورها بالضعف والحزن الذي ظهرت عليه في الفيلم، مما جعلها تترشح لجائزة الأوسكار. الطريف أن المخرج نوح باومباخ لم يكن على علم أن سكارليت تمر بتلك القصة عندما عرض عليها الدورة. آدم درايفر. شق آدم درايفر طريقه إلى الأوسكار بأدائه الرائع في فيلم A Marriage Story 2019، وقد أبدع كذلك في العديد من المشاهد واندمج لدرجة كادت تصيبه بالأذى، مثلا في مشهد شجاره مع سكارليت في الغرفة، انفعل آدم فقام بلكم الجدار بقوة براحة يده، الأمر الذي أثار إعجاب المخرج فأمر بإعادة المشهد، ولكن بعد تجهيز جدار زائف فوق الجدار الحقيقي، وبالطبع بعد علاج راحة يد آدم التي كادت أن تتضرر كثيرا بسبب براعته المهنية. لا بأس، هكذا يتطلب الأمر كي تكون مبدعا. فلورنسا بيف. خطفت الأنظار بدورها في فيلم Little Woman 2019 الذي ترشح لجائزة الأوسكار، حيث لعبت دور أصغر ابنة في آلي مارس، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أنها كانت قد تأخرت عن تصوير الفيلم لمدة أسبوعين بسبب دورها في فيلم Midsummer 2019، والذي صرحت بأنه كان من أثقل الأدوار التي جسدتها، حيث أدخلها في نوبة حزن متواصلة على مدار عام كامل أثناء تصوير الفيلم. في الواقع عندما تشاهد بنفسك ذلك الفيلم ستفهم لما أصابها ذلك الحزن كل تلك الفترة. جورج ماكاي. تخيل ذهابك للتصوير كل يوم للمشاركة في مشاهد انفجارات متعددة. كان هذا هو حال جورج ماكاي خلال تصوير فيلم 1917، والذي تطلب تصويره اختيار أيام محددة حيث يكون الطقس غائما. وقد قال جورج بأن أصعب مشهد قام به هو هروبه من أحد الانفجارات، حيث تطلب منه الأمر الركض بسرعة فائقة لمدة طويلة، لدرجة أن ساقيه كانتا ترتعشان أثناء الركض، وتعرض لبعض الإصابات بهما بعد انتهاء المشهد. بلايك ليفلي. خلال تصوير فيلمها The Rhythm Section 2020 أصيبت بكدمات في راحة يدها، وذلك لاندماجها بمشهد عراكها مع النجم جود لوب، لدرجة أنها لكمت لوحا زجاجيا بكامل قوتها، مما أصابها بكسر مضاعف في عظام اليد وانفجار في بعض الأربطة، إصابة خضعت بسببها لعمليتين جراحيتين، وتوقف التصوير مدة 6 أشهر حتى تتعافى، وحين عودتها اضطرت للف يدها بتلك الجبيرة خلال باقي مشاهد الفيلم. جيسيكا شاستين. ماذا عندما يتطلب الدور الذي تجسده المكوث في جالون ضخم ممتلئ لآخره بالدم؟ هذا هو ما اضطرت جيسيكا شاستين للقيام به في فيلم It Chapter 2، عندما لعبت دور بيفرلي مارش خلال واحد من أكثر المشاهد الفوضوية في الفيلم، حيث كشفت جيسيكا أنها اضطرت لتصوير ذلك المشهد عدة مرات، وهو ما يعني أنها كانت تضطر لتغيير كامل ملابسها وإرجاع هيئتها كما كانت، وذلك في كل مرة يعاد بها المشهد. وبعد انتهائها من الفيلم أكدت أنه لا شيء أصعب من العمل مع مخرج الفيلم أندريس موسكيتي لواقعيته البالغة واهتمامه بأدق التفاصيل.
كريستين ستيوارت. عانت كريستين ستيوارت في العديد من مشاهد الأكشن في فيلم تشارليز أنجلز 2019، ومن أكثر تلك المشاهد كان مشهد سقوطها من الطائرة هي وزميلاتها، حيث تم ربطهم وتأمينهم بحبال خفية كي تبدون وكأنهن تسقطن في الهواء سقوطاً حراً، وقد أدى اندماجها في المشهد لتعرضها لبعض الكدمات والإصابات الطفيفة بشكل أثار دهشة زميلاتها في التصوير، ولكن لحسن الحظ لم تتعرض لسوء ونجحت في تأدية المشاهد ببراعة الكبار.